بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط حلم عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري 7 دقائق و45 ثانية. انتقلنا الى الشوط العاشر بمجموع هذه الاشواط. الشوط العاشر يحمل فئة الابكار المهجنات. ننطلق مع هذا الشوط ونسير مع البداية ومع زوم على البداية. عبد الله بن مطوع بن مشعاب الظاهري، بينما ايضا عبد الله بن مطوع بن شمال الظاهري المركز الثاني. نتابع الوصول والتقدم من شواهين سعيد بن محمد الكليلي العامري، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء وثالث التحديات جوائز عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري. المركز الرابع الشاهينية جابر بن محمد بن سلطان الشامسي، والمركز الخامس هنالك الظبي أحمد بن محمد بن ناصر الشامسي. بينما نقلتنا إلى المركز السادس، المركز السادس المسك سعيد بن الصغير بالخضارة المحرمي يقدم لنا المسك، بينما المركز السابع وصلت النصيبة راشد بن محمد بن علي النيادي، والمركز الثامن الشايبة مسعود بن سهيل بالغصنة العامري، والمركز التاسع تتقدم بحور مبارك بن فهد البادي العتيبي، والمركز العاشر هذه اللي في المركز العاشر انتصار عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري. هذه النتيجة. نداءنا الأول للعشرة الأسماء، نداءنا الأول للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة بهذا المسار. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول مع هذا الانطلاق المميز، مع هذا الرقص المميز. زوم يا زوم، زوم مع المركز الأول، زوم عبد الله بن مطوع بن مشعاب الظاهري. من يقدم لنا زوم؟ قائدتي هذه الأسماء، قائدتي هذه الشعارات التي تسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة ما شاء الله مع هذا الانطلاق المميز. بينما المركز الثاني، المركز الثاني تتقدم هنا جوائز عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري، يقدم جوائز باحثة عن الجوائز، باحثة عن النواميس بالفعل. بينما المركز الثاني تتقدم شواهين سعيد بن محمد الكليل العامري بالمركز الثالث. المركز الرابع وصلت الشهامة أو أيضا الشايبة، الشايبة بالمركز الرابع مسعود بن سهيل بالغصنة العامري، يقدم الشايبة على رابع الأسماء. المركز الخامس، أتابع في المركز الخامس المسك سعيد بن صغير بالدكوك المحرمي آل المسعودي غادمين مع المسك. بينما المركز السادس غيرت الشاهينية جابر بن محمد بن سلطان الشامسي. المركز السابع هنالك التزام ناصر بالطوير بالمر العامري غادم مع التزام. المركز الثامن تقدمت هنا حمرة بشعار محمد دغان بن حمودة الظاهري. والمركز العاشر أتابع شعار أيضا شعار أحمد بن محمد بن ناصر الشامسي مع الظبي، والوصول من جنديل حارب بن مغير العميمي ما شاء الله. وصلت الشعارات، وصل شعار بن زيتون من الجانب الآخر الغادم هنا، بن زيتون أيضا مع هذا الاسم مع هذه الشعارات حمد بن عوض بن زيتون
المهيري القادم يقدم لنا ايضا فتنه فتنه فتنه، هذه فتنه باسم سالم بن سعيد بن بدر. ولكن نعود الى البدايه، نعود الى المركز الاول والقياده الاولى بالفعل، مع ايضا مع زوم زوم يا زوم عبد الله بن مطوع بن شمال الظاهري، من يقدم لنا زوم المقدمه هنا في الصداره، وايضا ماخذ زوم على الفوز على الناموس بالفعل مع هذا الانطلاق المميز مع هذا الرقص والقيادة. ما شاء الله، ركز 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 يا ابو مطوع، ركز على زوم عبد الله بن مطوع بن شمال الظاهري، من يقدم لنا زوم بهذا الاداء المميز بهذه القيادة المميزة. 1200 يا مضمرين يا متابعين يا ايضا مشاركين بهذا الشوط، بدأت السرعة هنا، بدأت الأوامر أوامر السماعة هنا تبدأ بهذه اللحظات، تبدأ بهذه الأثناء والشعارات تصل. زوم على البداية تستفتح هذا الكيلو، الكيلو الأخير المنعطف الأخير بقيادة زوم ايضا بالشعار ايضا عبد الله بن مطوع بن شمال الظاهري. المركز الثاني جوائز 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 عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري. المركز الثالث شوف اللي واصله اللي قادمه مع المركز الثالث من الجانب الاخر، بنحاول نتعرف على الرقم، بنشوف الاسماء، شوف وصل الكليلي، وصل الكليلي مع شواهين سعيد بن محمد الكليلي للعامري، وهنالك ايضا تتقدم هنا الهايله 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 سعود بن محمد الخريباني النعيمي. المركز الخامس حمره محمد بن غانم بن حموده، ولكن بن عيلان بن عيلان مع جوائز جوائز يا جوائز، اهالي الرميله اهالي الرميله مع ايضا جوائز عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري، من يقدم لنا جوائز بهذا الرقص المميز بهذه الإثارة المميزة الباحثة عن النقطة الثانية، النقطة الثانية إلى هالي أيضا إلى هالي رميلة إلى هالي رميلة مع جوائز. سلام بنسلم بنسلم إلى هالي رميلة وإلى أيضا سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، تهانينا والناموس عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري. المركز الثاني وصلت هنا زوم عبد الله بن مطوع الظاهري، والمركز الثالث ثالث الاسماء وصلتنا اللي هي شواهين سعيد بن محمد الكليلي العامري. المركز الرابع رابع الاسماء حمره محمد بن غانم بن حموده الظاهري، والمركز الخامس المركز الخامس شعار ايضا ناصر بالطوير بالمر العامري مع التزام. هكذا التوقيت الزمني توقيت جوائز، سجلت 7 دقائق 41 ثانية و80 جزء من الثانية